And there they are. Please welcome our players, everyone. Germany, number one, Manuel Neuer, number two, Rudiger, number 13, Thomas Müller, number six, Joshua Kimmich. والآن مع انطلاقة المباراة مولر بيبي روبن دياز رافائيل لياو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم روديغر يحاول لعب الكرة إلى الأمام يمر ويلعب كرة بينية مولر مولر محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ شوية حظ تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعبها مولر. الكرة اللي كانت قريبة جدا. تدخل جميل واعتراف أجمل يلعب كرة بينية كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله يبحث عن زميله تمريرة ماذا بعد كل تسديدة من أول لمسة الله
تدخل تعني في الكرة وبعد ذلك أجمل نهاية. The goal scorer for Germany, Kai Havertz. ألمانيا يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. لمسة بينية على الطائر، تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. يلعبها لمنطقة الخطر، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، إمكانية برناردو سيلفا، لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ ضغط قوي وينجح في استعادتها. رونالدو، برناردو سيلفا يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. رافائيلياو والكرة رائعة بعد ذلك وتسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. برناردو سيلفا، قد تكون هذه فرصته، أمام فرصة للتسجيل. برونو فرنانديز، إبعاد ناجح للكرة. كوخ، كيميتش، يحصل عليها روديغر. رافائيلياو يحاول تمريرها من بين المدافع كريستيانو رونالدو. الله على هذا التألق، حارس رائع، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يتدخل ويقطع الكرة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، كرة طولية في المساحة الخالية. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة، لا
لم يحرزوا أهدافا بعد، لكنهم قدموا أداء جيد إجمالا، ربما سوى الحظ اللي كان يواجههم. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. البرتغال لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد، ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. برونو فرنانديز يتسبب في خطأ، بطاقة صفراء قرار سليم من الحكم. يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. برناردو سيلفا يحاول أن يلعب كرة بينية، ينجح في بعثها عن مناطق الخطورة. توماس مولر وصلت إليه. جو بالينيا مرت الكرة، يلعبها طولية. اوه الله، التمريره البينيه. Attendance for this match was 80,314. Substitution for Germany, number 9, coming on to replace him is number 26, substitutions taking place. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. أفقد الخصم التركيز، التوازن، كرة للمنطقة الأمامية، يلعبها طويلة. كريستيانو رونالدو ليس
الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. شوف الشيء اللي فعل حارس المرمى، تعملق حارس مرمى كبير في هذه اللقطة بالذات، نجح في إغلاق الزاوية، فرصة كانت خطيرة لولا تألق الحارس. تلعب الكرة إلى الأمام، برونو فرنانديز، لمسة بيني تسديدة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، العرضية كريس، يلعب كرة، يا إلهي هدف. توزيع رائعة داخل منطقة الجزاء، تقريبا سهلت المهمة عليه. تغييرات عديدة الآن. The goal scorer for Portugal, Cristiano Ronaldo. Substitution for Germany. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. Thomas Müller. Coming on the field is Bernardo Silva. Number 10. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يلعب كرة بينية، يسيطر على الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. ألمانيا يقوم بتغييرات بالجملة هنا. Substitution for Germany. Number 19. Leroy Sané. Coming on to replace him is Bernardo Silva. Number 20, Cristiano Ronaldo. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يستغل كريستيانو رونالدو إلى خارج المرمى؟ غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فرصة هجوم معاكس. تمريرة بينية. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. كريستيانو رونالدو يمر ويلعب كرة بينية، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. أظن أنهم مطالبين بلعب الكرة السريعة الآن ونقل الكرة إلى الأمام، لا يمكن إهدارها. There will be 5 minutes added time.
اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تمريرة قوية أكثر من اللازم، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة بدون أن ينتصر أحد في مباراة اليوم. تعادل سيد الأحكام. يا إلهي يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. شكرا جزيلا على مشاهدتنا، وتنتهي هكذا التغطية لمباراة الليلة. Please make sure to watch the screen for an information bulletin from the Regional Police Department.